لمزيد من التعليق حول هذه الأخبار ينضم إلينا من باريس السيد علي المرعبي الكاتب والباحث السياسي. سيد علي بعد التحية، الاتحاد الأوروبي إذن لحق بفرنسا ويدين ما وصفه بالاحتجاز غير القانوني للرئيس محمد بازوم، ما هي المساحة التي يمكن أن يتحرك فيها الاتحاد الأوروبي حلا لأزمة النيجر؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. من الطبيعي أن يتضامن الاتحاد الأوروبي مع الموقف الفرنسي في مسألة النيجر من جميع جوانبها، ولكن الاتحاد الأوروبي ليس بشكل كامل، يعني هناك أصوات داخل الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تغليب سياسة الحوار والحل الدبلوماسي على ما عداه. مسألة الاحتجاز الرئيس محمد بازوم، أنا اللي بعتقده أنه لن يتم الإفراج عنه ما لم يكون ضمن صفقة سياسية كاملة للوضع في النيجر. والملاحظة الثانية أن ظروف احتجازه يعني هي ظروف طبيعية جدا، يعني هو الانقلاب طبعا غير شرعي، ولكن ظروف احتجازه أنه يعني لم يوضع في زنزانة أو إلى آخره، تم احتجازه في القصر الجمهوري، يعني بقي بمكانه مع السماح له بمواصلة الاتصالات واستقبال وفود ومبعوثين من خارج النيجر. إذن مسألة الاحتجاز أنا أعتقد وحسب رؤيتي للتطور الأوضاع في النيجر أنها ستكون ضمن الصفقة الكاملة للحل السياسي. هل هناك تصور لهذه الصفقة التي تحدث عنها؟ نعم، أنا أعتقد أنه بعد تشكيل الحكومة برئاسة محمد الأمين زين الحكومة المدنية، يعني أعتقد أنها ستكون هذه الحكومة هي المدخل للحوار ولإيجاد التسوية. موضوع العودة إلى الخلف، يعني إعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة وغيره، أنا أعتقد أن الأمور يعني ذهبت إلى الأمام ولا يوجد عودة إلى الوراء. هناك مسألتين، مسألة الوضع الدستوري ومسألة إقالة يعني الانقلاب على الرئيس. مسألة المسار الدستوري والديمقراطي في النيجر ممكن طبعا العودة إليه بسهولة من خلال الحكومة المدنية التي تم تشكيلها والتي قد تقوم بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وتتم تسوية المسألة وعودة المسار الديمقراطي إلى النيجر، خاصة أن هناك يعني المجلس العسكري الذي قام بالانقلاب يعني يشير باتهامات متعددة للرئيس في النيجر سواء بالفساد أو بالولاء الكامل للأجنبي. طيب، هل فقدت فرنسا كل أوراق الضغط في غرب أفريقيا بشكل عام، سواء في النيجر أو حتى في بوركينا فاسو في مالي، ولم يتبقى لها إلا قليل ربما من أوراق الضغط تحديدا في داخل إكواس؟ صحيح، للأسف سببها يعني السياسة الفرنسية الخاطئة بالتعامل مع مستعمراتها السابقة. كان من الضروري على فرنسا أن تقوم بسياسة انفتاح جديدة على مستعمراتها السابقة وأن تتعامل معها كدول مستقلة وبنبدية وبشكل يعني يفسح مجال التنمية والتطوير داخل هذه الدول، ولكن يعني تبقى يعني الأطماع الاستعمارية قائمة والاستفادة من الثروات الطبيعية في هذه الدول يعني أيضا متوفرة وضرورية بالنسبة لهم. ومن هون يعني كان الغضب الشعبي في عدة دول مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا أيضا والعديد من الدول. ولاحظنا أنه حتى في الدول التي بقيت على يعني نظامها السياسي على يعني علاقة طيبة مع فرنسا، شهدت هذه الدول وخاصة السنغال مظاهرات ضد التدخل العسكري في النيجر. حتى الخطوة اللي قاموا بها العلماء المسلمين من شمال نيجيريا والوفد اللي ذهب إلى النيجر يؤكد أيضا هذا الوفد على عدم اللجوء إلى القوة العسكرية لحل المشكلة في النيجر. والمفاجأة أيضا كانت أمس في اجتماع برلمان الإكواس شهد خلافات حادة جدا
بين المؤيدين للتدخل العسكري والرافضين للتدخل العسكري، وكان هناك أيضا توجه من مجموعات كبيرة من النواب إلى المطالبة برفع العقوبات عن النيجر. نعم. لأن العقوبات تؤذي المواطن في النيجر، المواطن الفقير والمحتر في النيجر، ولا تؤذي المجلس طيب. العسكري. هذه العقوبات تم فرضها من قبل الجديدة. عدد من الدول الكبرى، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، لكن هناك اتجاه رافض في النيجر أو حتى في دول غرب أفريقيا. في دول أفريقية كانت تحتلها فرنسا سابقا في القرن الماضي، هناك اتجاه رافض لاحظناه بشكل واضح في النيجر في مظاهرات أمام السفارة الفرنسية والقنصلية الفرنسية في هذه الدولة في غرب أفريقيا. كيف تنظر فرنسا إلى هذا الاتجاه المتزايد في أفريقيا تجاه سياساتها الاستعمارية السابقة؟ يعني على ما يبدو أن المستشارين المحيطين بالرئيس ماكرون أو الحكومة الفرنسية لا يمتلكون الرؤية الصحيحة لتصويب السياسة الفرنسية الخارجية نحو أفريقيا. يعني فرنسا عم تستفيد من خلال الثروات الطبيعية وخاصة بالنيجر من اليورانيوم والذهب والكروم وثروات معدنية أخرى، فيجب أن يتم التعامل بنوع من التوازن والتكافؤ، وسياسة الاستعلاء والفوقية لا تفيد بقيام يعني علاقات ودية وطيبة ومتطورة ومتوازنة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة. أنا أعتقد أن على الرئيس ماكرون أن يعيد دراسة الوضع بشكل جدي لكي يتمكن من استعادة يعني الدور الفرنسي أو جزء من الدور الفرنسي في القارة السمراء وخاصة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وإلا التعنت والتسلط بالموقف يزيد الأمور تفاقماً ويؤدي إلى مزيد من الخسائر السياسية والاقتصادية لفرنسا، وأن تضيع مناطق نفوذها لحساب دول أخرى. ولا ننسى أن الصين دخلت بالسنوات الأخيرة بشكل واسع بالاقتصاد والبنى التحتية في دول أفريقية متعددة، ولا ننسى يعني المشكلة القائمة الآن بسبب الحرب في أوكرانيا بين روسيا والناتو وأمريكا يعني، وكلها هيدي يعني تأتي لتلعب أدوار في القارة السمراء. يعني سمعنا وتابعنا أن قوات من فاغنر ببوركينا فاسو أو بمالي يمكن يتدخلوا إذا ما نشبت حرب، وهذه كل الأمور أنا أقول وقلتها عبر شاشتكم سابقا أن الحصار لا يؤذي إلا الشعب في النيجر، وأن العمل العسكري إذا ما حدث، وأنا أستبعده الآن بشكل شبه كامل يعني بكل صراحة استبعدت العمل العسكري، حتى هني تاعين الإكواس قالوا إذا بده يصير عمل عسكري والتحضير له فلن يتم قبل 6 أشهر، بعد 6 أشهر بتكون الأمور لها تسويات متعددة دبلوماسية وسياسية، ولكن إذا حدث تدخل عسكري فالفوضى ستعم المنطقة كلها، لن تقتصر المسألة على النيجر فقط، ستمتد الأعمال العنف والشغب وبروز الحركات الجهادية مجدداً الإرهابية إلى السطح القارة السمراء، وأن تمارس يعني أدوارها التخريبية التي أيضاً مثل الحصار لا يؤذي إلا الشعوب في هذه الدول التي تعاني من الفقر والتعذير. السيد علي المرعبي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من باريس، شكراً جزيلاً لك.